مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء. شعرنا دائما الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون ابيض. المثقفون الرائعون يلتقون في امسيه جديده من امسيات الجريء، وبرحب بحضراتكم. وشجعتني التعليقات الجميله، وشجعتني المشاركات من الاخوه المحترمين ان انا اطلع تاني. فكل ما يكون في تشجيع هطلع، يكون في احباط مش هطلع. على قد ما اقدر. فاتمنى من الكل المشاركات على اعلى مستوى، لايكات، تعليقات، كل الحاجات دي بتفيد في الاستمرار. أنا اليوم بنحتفل مع بعض بعيد ميلاد اسطوره واساطير الزمالك على مر التاريخ، يعني من اول تاريخ نادي الزمالك حتى الان الزمالك دائما يقدم الاساطير. اليوم احنا بنحتفل مع بعض بالاسطوره احمد الاحمر، بنقول له كل سنه وانت طيب يا ابو حميد. بقى عنده 40 سنه، هو من مواليد 27 يناير 1984. احمد الاحمر اسطوره 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 لن ولم تتكرر. واحنا بنحتفل كده ومنتعشين بنقول يا رب التوفيق غدا لمنتخب مصر العظيم الذي يلتقي مع الكونغو الديمقراطية في دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية. مصر تواجه الكونغو في تمام الساعة 10 مساء الأحد على ملعب لوران بوكو الكائن في مدينة سان بيدرو. إذا كان في وقت في نهاية الحلقة هنتكلم شوية عن التغييرات في تشكيل في منتخب مصر، أما لو مفيش وقت فكل قلوبنا ودعوتنا للمنتخب المصري العظيم. كمان نادي الأهلي السعودي أو أهلي جدة السعودي طلب معاد أنه يلتقي مع الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، المباراة الأحد أيضا الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وبقول لكم خلي بالكم وتابعوا، في لاعب عندهم خطير 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 فرنسي اسمه سانت ماكسيمان، لاعب أهلي جدة السعودي. أهلي جدة النهاردة حقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف على هان ثري الصيني. ماتش صعب جدا جدا نادي الزمالك، ولكن كلنا ثقة في أبناء نادي الزمالك، كل من يرتدي الفانيلا البيضاء بإذن الله. الحلقة دي فيها بعض الموضوعات الصعبة والشديدة، فعشان كده هجري بسرعة في الأخبار، لأن يعني في بعض الموضوعات ربما تكون تظلم البعض، وربما يعني أحاول أخدها بهدوء علشان برضو المعلومة تصل للإدارة، المعلومة تصل للهنا للهنا للهنا، ويكون في إصلاح في الأخطاء. ده من وجهة نظر يعني. كمان في كلام عن قضايا مرتضى منصور، وفي كلام عن صفقه الزمالك، المدرب اسم المدرب خلاص وهيتعلن امتى، واشياء من هذا القبيل. بنتكلم عن مدرب الزمالك، بنقول هم خلاص اتفقوا مع المدرب. طب ليه ما متاخرين في الاعلام؟ متاخرين في الاعلام لان الزمالك عنده ماتش بتاع كاس التحدي الاحد، وفي مدرب وهم مش عايزين يضايقوا المدرب. بس طب هم اتفقوا مع مين؟ هم اتفقوا بنسبه 99.9% مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لخط الفريق. تبقى الرتوش النهائيه وتبقى القرارات النهائيه. على فكره جوميز كان في مفاوضات بين الاهلي وبينه، ويقال ان هو اللي رفض انه يدرب الاهلي. الله اعلم ما حدث في الغرف المغلقه. صحيفه اجوجا البرتغاليه اليوم نشرت تقرير وقالت ان خلاص التفاصيل النهائيه واتفاق نهائي بين المدرب البرتغالي والزمالك. طيب البرتغالي جوزيه جوميز عنده 53 سنه، بتجارب جيدة في المنطقة العربية، درب أندية التعاون الأهلي السعودية ونادي بني ياس الإماراتي. هل هيكون السيد جوميز صفقة رائعة في نادي الزمالك أو يقود الزمالك إلى شيء جيد؟ الأيام تثبت ذلك. قول لنا رأيك في التعليقات، بحب أرى رأيكم، إن هذه القناة تتميز بوجود المثقفين فقط لا غير. طب الناس اللي بتحب تطمن على صفقات الزمالك، في صفقات تمت بالفعل وفي صفقات في الطريق، هنقولهم كده ما جوه بعض. اللي في الطريق في الثلاثي احمد امين اوفا واحمد العجوز ومصطفى كالوشا من امبي، في مفاوضات جده معهم او مع وكلاء اللاعبين يعني لتخليص المواضيع.
طيب مين كمان نقول خلص الزمالك؟ صانع العاب طنطا اللي اتكلمنا عنه امبارح محمد عاطف تقريبا وقع لنادي الزمالك، نادي طنطا موافق، بقى اللي تحويل المبلغ عشان نستلم الاستغناء رسمي، بس اللاعب وقع، طنطا موافق، كل حاجه. اعتقد يمكن يكون حولوا المبلغ النهارده، يمكن يحولوه بكره، الموضوع خلصان. الناس اللي شافته ومتابعاه بتقول لاعب مميز جدا في خط الوسط والوسط الهجوم، وبيلعب برجله الشمال. كمان في لاعب اسمه مهاب ياسر، لاعب نادي الداخليه، وقع بالفعل نادي الزمالك، ونادي الزمالك استلم اليوم الاستغناء بتاعه، يعني خلصوا ونادي الداخليه بعت الاستغناء الخاص بيه، وتمت الامور الماليه والتعاقديه، ومبارك للزمالك انضمام هذا اللاعب. برضو الناس اللي شافته بيقولوا عليه لعيب كويس جدا جدا جدا. كمان ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين تقريبا خلص خلاص، ولكن تنتهي بطولة آسيا هيسافر ينضم للزمالك رسميا. مهاجم كويس جدا، الناس بتشكر فيه وبيقولوا صفقة تكون رائعة في نادي الزمالك. الكلام بقى بتاع ناصر ماهر، ناصر ماهر موافق، حتى حسام حسن اللي مسك نادي فيوتشر وافق، رئيس النادي وافق، علاء ميكوب وافق، اللاعب عنده رغبة قوية. بس القصة دلوقتي بقى ايه، شايلني وشايلك ما بين فيوتشر والزمالك، دخل في الكلام ان هم عايزين ياخدوا ضمن الصفقة عمرو السيسي، خصوصا ان عمرو السيسي فشلت صفقة بيعه الى سيراميكا كليوباترا، يمكن طالبين لاعب كمان، حاجة زي كده. المواضيع مش يعني ماشية الى طريق نجاح انضمام اللاعب ناصر ماهر للزمالك. حتى بقول لكم حسام حسن اللي تولى المهمة خلال الساعات الماضية وافق على انتقاله وما عرقلش الموضوع. مين المفاجأة اللي كانوا بيقولوا عليها مفاجأة 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 وتمت اليوم؟ لاعب النادي الأهلي السابق أحمد حمدي، وهو محترف حاليا في مونتريال الكندي. لاعب النادي الأهلي السابق اسمه أحمد حمدي وقع بالفعل نادي الزمالك، اجتمع اليوم مع مسؤول نادي الزمالك، وقع العقود في صفقة انتقال حر، مكسب، يكون مكسب كبير نادي الزمالك، وهو عنده رغبة قوية انه يلعب في نادي الزمالك. انتوا برضو قولوا رأيكم، هل احمد حمدي هيفيد الزمالك؟ هو لاعب نادي الاهلي السابق محترف في مونتريال الكندي، نتمنى تكون تجربة زي تجربة زيزو، حاجة زي كده. نتمنى ان شاء الله كل الخير. احنا اثناء التسجيل هو قاعد مع المسؤولين في نادي الزمالك الليلة وبيخلصوا العقود، ونتمنى ان هي تتم بشكل سهل. هقول لكم ليه الصفقات نتمنى تتم بشكل سهل، وايه الخطر اللي ممكن يحصل لو الصفقات دي اتعرقلت او تعطلت، هقول لكم بعد قليل. كمان الزمالك بيجري مفاوضات شديده مع بيراميدز عشان عايز 2 لعيبه، ودي من ضمن الصدمات اللي بنتكلم عليها النهارده. وبرجع واقوله بكل الاحترام والتقدير، يعني هذا رايي الشخصي، الزمالك عايز يجيب عبد الله السعيد باي طريقه، عبد الله السعيد عايز يروح نادي الزمالك. الزمالك بيكلم بيراميدز على مين بقى؟ عبد الله السعيد ولاعب كلنا زعلانين منه وهو ابن فاروق جعفر، والمفاوضات ماشيه اللي هو سيف، طبعا سيف جعفر، والمفاوضات ماشيه في طريق للنجاح، نقدر نقول 50% ناجح. عبد الله السعيد لديه رغبه، سيف جعفر طبعا مالوش وجود في بيراميدز، يعني لو قالوا له لو قالوا الزمالك خدوا معاه كورتين هديه هيبعتوا للزمالك. انا من وجهه نظري البسيطه، وحضراتكم قولوا لي وجهات نظركم، ارفض عبد الله السعيد. عبد الله السعيد على فكره لاعب كبير، ولكن خلاص بيخلص، فما يدعي ان احنا نحط بيراميدز على 16 مليون والزمالك عارض 12 مليون في اللاعب 2 لعيبه، وكمان علينا البيراميدز 20 مليون هيدخلوا في الصفقه، فهيبقى 36 مليون او 32 مليون، هيوصلوا ولا هيوصلوا في النص ل 35 مليون. من وجهه نظر عبد الله السعيد كبير وما ينفعش، يعني هنجيبه يبقى كابتن، عندنا شيكابالا نجدد له سنه 2 3، شيكابالا لو قعد على الدكه هو الكابتن التاريخي لنادي الزمالك او الكابتن التاريخي للجيل الحالي. يعني سيف ساب الزمالك في وقت صعب، في كلام طبعا اتقال ان مرتضى وابنه طفشوه، والكلام ده في نسبه كبيره ان احنا شفنا فيديوهات وبيطعن في والدته والكلام ده، لكن خلاص يعني انا يعني مش شايف ان عودته تمثل شيء لنادي الزمالك، خصوصا ان انا ما كنتش
مقتنع بوجوده يعني، وهو موجود هو وابن أسامة نبيه، ما كنتش مقتنع بيهم شخصيا يعني، شايفهم عالي على الزمالك بيلعبهم بس عشان ولاد مدربين وولاد نجوم كبار وربما يخلصوا الفانلة البيضاء، لكن يعني عودته هتبقى عالية برضو على نادي الزمالك مشان، وعودته لشيء يعني قبيح بصراحة. فأتمنى من إدارة الزمالك تصلح الخطأ ده، مش عايزين، أو أنا من وجهة نظري الشخصية والناس تكتب في التعليقات والناس اللي بتسمعنا في بتوع اللايفات اللي بيطلعوا بعدين يطلعوا يتكلموا عن الموضوع ده بحيادية حبا في نادي الزمالك. أنت شايف إن عبد الله السعيد بسنه الكبير ده ويخلص كورة هينفع نادي الزمالك؟ ولا هنجيبه يبقى كابتن على شيكابالا؟ مش فاهم يعني. شايف ان فاروق جعفر، سيف جعفر بعد ما مشي ينفع يرجع؟ وهو مشي ما ينفعش، وهو كان معانا مش نافع، كنا عمالين بس ننفخ فيه على الفاضي. قولوا رايكم، ده ما فضلكم. اتمنى اداره الزمالك ان لو في حد في وسطيهم كده هيسمسر من ورا الموضوع مليونيه 2 مليونيه يبعد عشان ريحته وحشه. من الاخطاء الكبيره اللي هيقع فيها المجلس اداره الزمالك وبعد كده هيبكوا بدل الدموع دم، ان هم عايزين يمشوا عبد الله جمعه. عبد الله جمعه عقده خلص، من حقه يمضي لاي نادي دلوقتي، بيتعامل معامله من ايام مرتضى للمجلس الحالي معامله سيئه، وان هو احد نجوم الفريق. وافكركم دايما ما تنسوش ان عبد الله جمعه في مباراه نهائي افريقيا اللي بعدها اتحل مجلس منصور لما قالوا عنده كورونا هو ولاعب اخر، يعني كان احد نجوم نادي الزمالك وقتها، واللعبه اتلعبت والسيناريو اتعمل ان ايقاف عبد الله جمعه بحجه كورونا علشان الاهلي يفوز. يعني انتوا عارفين السيناريو اللي حصل. فعبد الله جمعه احد ابناء الزمالك المخلصين ووتد في المكان ده، مش هنقدر ابدا نعوض. ما اعرفش ايه الغباء المستحكم في الادارات والمدربين في محاولة اغتيالها. هيروح أي نادي هيحط رجل على رجل وهيكون نجم النجوم وهيروح يلعب في المنتخب من الآخر. فأحذر إدارة نادي الزمالك من ضياع فرصة بقاء عبد الله جمعة. أحذركم، هتبكوا والله. وهيبقى عندنا، إحنا ما دلوقتي عندنا شرط، هيبقى عندنا شرطين وثلاثة. نيجي نتكلم عن خبر في استقالة جديدة في نادي الزمالك. النهاردة قدم حمادة نصر النجم الزمالك الأسبق المدير الفني لفريق 2008 استقالته من التدريب في نادي الزمالك، وعمل جلسة مع كابتن محمد حلمي رئيس القطاع وأبلغه برغبته في الرحيل كمدير فني لفريق 2008، وقال إن عنده عرض قوي من الخارج وبالتالي مش هيقدر يكمل. الكابتن حمادة نصر كان بيقود الفريق ومعاه جهاز فني محترم جدا، يعني الحقيقة نتمنى ان هي تظهر. هل الاستقالة بسبب ان في كلام كده عن محمد حلمي انه بيضغط وعايز يشغل رجالته؟ محمد حلمي يعني صديق محترم يعني من اصدقائي المقربين، ولكن طبعا مصلحة الزمالك فوق الجميع. نيجي قلت لكم احنا بنتكلم على الصفقات، ان في نقطة مهمة يجب ان مجلس ادارة نادي الزمالك يخلي باله والصفقات تتم بسرعة، يعني أقصى شيء الحد اتنين بكتير يكون خلصنا ملف الصفقات. عندنا غلق القيد الإفريقي يوم 31 يناير النهاردة، أنا مسجل 27 حد 28 2 29 3 30 4 31، لازم 31 يكون عندنا فريق كامل بيتقدم يقاد افريقيا، ان ما ينفعش ان احنا نلعب اشباه اللاعبين دول بطوله الكونفدراليه. فاتمنى يا رب اداره الزمالك تلحق بسرعه الاربع ايام دول وتسجل اللاعبين. نيجي قضايا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التي لا ولن تتوقف. النهارده كان في قضيه قدام محكمه جنح النقد، وتم فيها حجز الطعنين المقدمين من السيد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 10 فبراير للحكم. وزي ما قلنا امبارح ان في أرصد ودن، في حاجات هتبقى سريعة الفترة الجاية، هذه هيبقى في أحكام يوم 10 فبراير. المحكمة النقد نفسها في وقت سابق أيدت حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وأيدت حكم حبسه شهر
وتم ترحيله سجن وادي النطرون حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة الزمالك بحكم قضائي. المحكمة في وقت سابق رفضت 4 طعون أخرى قضى فيها بتغريم المتهم مرتضى منصور 15,000 جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. كان في مذكرة مقدمة من نيابة النقد رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم عبس لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقصف موظفة بالجهاز المركزي المحاسبات. لسه القضية شغالة، لأن في بعض الناس كانت بتقول في التعليقات إن القضية خلصت والصرف. تقدم مرتضى منصور بالطعن رقم كذا كذا لسنة كذا في حبسه واجب النفاذ، إلى أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن. النيابة بتؤكد أنه يجب تسليم نفسه للأمن أو للمحكمة في أول جلسة لنظر الطعن، وأول جلسة هتكون يوم 17 فبراير المقبل. إذن السيد مرتضى منصور مطلوب منه يكون يوم 17 فبراير المقبل أمام المحكمة. مش عايز أطول على حضراتكم عشان نكون في سريع السريع كده، وبنكون نفهم إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتم. زي ما بقول، اللي عايز يشارك معنا في الفترة الحالية يبعت فويس لا يزيد عن دقيقتين عبر ماسنجر. أنقل لكم تحيات الأستاذ محمد فاضل والأستاذ تريز، هيكونوا معنا في الفترة الجاية ببعض الفويسات. الأستاذ فاضل بس زوره تعبان شوية، والأستاذة تريز إن شاء الله ممكن تكون معنا في أقرب فرصة، وإن شاء الله هنحاول كل يوم خميس أو جمعة حسب، اكتبوا لي في التعليقات أو اكتبوا لي على الخاص حسب رأي حضراتكم تحبوا إن احنا نعمل البث المباشر ونفتح الزوم والحاجات الجميلة اللي بنعملها مع بعض. بشكر حضراتكم كتير جدا جدا جدا، وأنا ألتقي في أقرب فرصة بإذن الله.